شاب معاق يحرج مذيع راديو على الهواء مباشرة عندما حاوره المذيع عن ما هي أهدافه وهل حققها أم لا. فاجأه هذا المتابع بأنه دمرت أحلامه بالكامل نظرا لإعاقته، ولم يتم تحقيق أي حلم ما كان يتمنى أو يسعى إليه. فهل هو العيب في هذه البلد؟ أم سيجد حلمه في بلد أخرى حينها أصيب المذيع بالفزع؟